كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. احتضن بيت الصحافة مساء اليوم الخميس لقاء مفتوحا مع السياسي والوزير السابق محمد اليزغي بمناسبة صدور كتابه الجديد الصحراء هويتنا، وهو الكتاب الذي أجاب فيه اليزغي عن أسئلة تتعلق بالقضية الوطنية من خلال استجواب أجراه معه الصحفي يوسف ججيلي. كاد كتاب يجيب عن أسئلة يطرحها الشباب حول هذه القضية الذين نشأوا بعد أن استرجع المغرب الصحراء، وبالتالي هذا يزودهم بالمعطيات والمعلومات المتعلقة بهذه القضية التي يجب أن يعلم الجميع أنها لازلت عند مجلس الأمن، وبالتالي لابد أن نكون معبئين للدفاع عن وحدتنا الترابية. اللقاء كان فرصة للباحثين والمتتبعين للقضية الوطنية من أجل الاطلاع على المعلومات التاريخية والسياقات السياسية والفكرية التي ميزت مراحل مهمة من تاريخ هذه القضية، كما كان فرصة لتبادل النقاش حول العديد من القضايا ذات الارتباط بالصحراء، وكذا الوضع السياسي للمغرب اليوم في علاقته بالتطورات التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. هذه الرسالة هي أنه بغيت ندير كتاب مع شخصية سياسية محترمة باش بأسلوب بسيط وسلس وسهل بلغات مختلفة، بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية وبالإسبانية، باش نوصل هاد الشيء للشباب. الشباب المغاربة كتعرفوا بأنه جيل ما بعد المسيرة بعد 75، جيل 80، جيل 90 وجيل 2000 لليوم عندهم 18 سنة ما كيعرفوش بزاف الحوايج على قضية الصحراء. بالتالي اليوم هاد الكتاب هو بمثابة دليل في ان ارغيمونتير فيه ادله تثبت مغربيه الصحراء. ما اريد ان اقوله هو يعني من باب المعجزه اننا استرجعنا الساقيه الحمراء والدهب. لا تنسوا مع عام 74 كان المغرب طايح للارض من الناحيه السياسيه. انا شخصيا كنت في اقامه اجباريه. الصحراء هويتنا كتاب يميط اللثام عن الكثير من أسرار قضية لا زالت ليومنا هذا تعتبر القضية الوطنية الأولى للمغاربة. ولقاء اليوم بحضور محمد اليزغي باعتباره شاهدا على مراحل وحقبا زمنية عاشتها القضية لدليل على إرادة جماعية للمغاربة لفهم أكبر لقضيتهم المقدسة. نوردين الحداد لقناة كاف 24 تي في من مدينة طنجة.